بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ماذا اخذنا بالامس؟ ماذا نعم الشيخ؟ بسم الله. نعم، اخذنا القسم الثاني تفسير التوحيد، والقسم الثالث الأدلة والبراهين عن بطلان عبادة ما سوى الله. وقلنا في بطلان عبادة ما سوى الله ذكر في الباب الأول بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبطلان عبادة الأصنام، وبطلان عبادة ما سوى الله. وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا باب أول. وفي الباب الثاني بطلان عبادة الملائكة، هم أقرب ما يكون إلى الله عليه الصلاة والسلام، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف. والثالث بطلان الشفاعة، والرابع بطلان الهداية. غير هذا، نعم، فسر التوحيد ببدي شرك في الدعاء، وشرك في المحبة، وشرك في الطاعة، وشرك في النية والإرادة والقصد. نعم، غير هذا، غير هذا أخوان، هاي الشرك. نعم، قلنا التبرك ينقسم إلى قسمين، مشروع وممنوع. الممنوع شرك أصغر وقد يصل أكبر، والمشروع إما أن يكون تبرك بأمر شرعي كقراءة القرآن مثلا، أو بأمر حسي ككتب، قلنا كتب السلف مثلا. نعم، جزاك الله خير. نعم الشيخ، أنواع المحبة، قلنا محبة مع الله شرك أكبر، يحب الله ولا يحب أحد مع الله. والثاني محبة في الله أو لله، حكمها واجب من أوثق على الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، تحب العمل والعامل والأزمنة والأمكن، وضد هذا البغض في الله. قسم الثالث من المحبة محبة طبيعية جائزة بشرط لا تقدم على محبة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأخ بالأسباب، قلنا انقسم الناس في الأخ بالأسباب إلى طرفين وسط، قسم ينكر الأسباب جبرية، وقسم يغلو في الأسباب خرافية، وقسم يتوسط ولا يثبت من الأسباب إلا ما أثبت الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد أنها أسباب لا تضر ولا تنفع وغيره. نعم، أخذنا الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وإرشاد، هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، بشرط ان يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم. وهدايه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب اولى ان لا يملك احد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هدايه التوفيق، انك لا تهدي من احببت، اما الهدايه التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وانك لتهدي الى صراط مستقيم. نعم، لا نذبح، لا نذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لماذا؟ حتى لا نكثر سواد اهل الباطل، ولا يقتضى الناس بهذا الفعل، وحتى لا يقوى الكفار على هذا الفعل. اذا لابد ان نكثر سواد اهل السنه والجماعه، نسال الله يجعلنا اياكم منهم. وغير هذا، نعم، الرقيه تنقسم الى قسمين، شرعيه وشركيه. الشرعيه لابد فيها من شروط ثلاثه، ان تكون من الكتاب او السنه او باسماء الله وصفاته اذا كانت باب الدعاء. أن تكون بقي بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية. الثالث أن يعتقد أنها سبب، وذكرنا أن التمام كلها من الشرك، إلا إذا كانت من القرآن فهي محرمة، دخلت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أبقر التمائم، وكراهية السلف منه ابن مسعود رضي الله عنه، وفتح باب شر انتهاء للقرآن. نعم، باب من الشرك، لماذا قال باب من الشرك؟ حتى يشمل الشرك الأكبر والأصغر، فيعتقد تأثيرا بذاتها فهي أكبر، يعتقد أنها أسباب وهي ليست بأسباب فهذا أصغر. وفي الباب الثاني قال باب ما جاء في الرقى، لأن فيها تفصيل الذي ذكرنا. نعم، الذبح انقسم إلى ثلاثة أقسام، ذبح لله هدي وأضاحي عقيقة، وذبح لغير الله محبة وتعظيم الشرك أكبر، وذبح جائز شاة اللحم والتجارة وكرم الله.